مشاهدينا أهلا بكم وهذه الحلقة من صحافة الغد، هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. الصحيفة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي صحيفة الوطن، ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ طارق عباس الكاتب الصحفي بالجريد. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. البداية مشاهدينا ستكون مع حفل خريجي رواد تكنولوجيا المستقبل والذي شارك فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الخبر يقول: السيسي للشباب، مصر زاخرة بالكفاءات وبرامج لتأهيل العقول المتميزة للمناصب القيادية. يعني خلينا في البداية فندم نلقي الضوء على رواد تكنولوجيا المستقبل، هذه المبادرة الرئاسية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المبادرة الرئاسية معنية بالشكل الأساسي بالاستثمار في الموارد البشرية المصرية وخاصة طبقة الشباب والطلاب. المبادرة معنية بالأساس لتوصيل شبابنا والطلاب المدارس لدرجة من الوعي التكنولوجي، خاصة وإن المستقبل دايما للتكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. السيد الرئيس شهد تخريج دفعة من طلاب هذه المبادرة وألقى كلمة قال فيها إن مصر مليئة بالكفاءات وزاخرة بالعقول المنيرة، وقال إن إحنا شعب بطبعنا شعب ذكي وعندنا كمية كبيرة من النباهة، لكن في الوقت نفسه ما عندناش الآليات اللي نقدر نكتشف بيها هذه المواهب من المحافظات المختلفة. ووجه الحكومة لتفعيل برامج لانتقاء هذه العقول الشابة المتميزة والمبدعة. يعني من وجهة نظرك أستاذ طارق، كيف يمكن بالفعل انتقاء هذه العقول؟ يعني المعني بالأساس في توصيل الموهبة للمناصب القيادية الأسرة المصرية. نعم. يعني أنا لو أنا شايف ابني مثلا عنده موهبة في حاجة معينة، لازم أحاول إن أنا أنميها له وأفعل له كل الطرق والسبل لتنمية هذه الموهبة. في موضوع التكنولوجيا دايما الطفل بيكون عنده شغف للمعرفة والاطلاع بشكل كبير، خاصة كل الأسر دلوقتي عندها أجهزة تكنولوجية كتير من التليفونات واللابتوبات والتابلتس وغيره. تنمية المهارات وتلك المواهب، ومن ثم الحكومة تعمل على انتقاء هذه المواهب سواء من طلاب المدارس أو من شباب الجامعات وخلافه. صحيح. يمكن يا فندم يعني في هذه المناسبة وجه السيد الرئيس رسالة للإعلام على وجه التحديد، يعني مفادها ضرورة تسليط الضوء على نماذج النجاح اللي بتعطي ثقة وبتعطي تفاؤل. بالتأكيد. يعني خلينا ننظر للجانب الإيجابي للإعلام، وهو بس روح التعاون والتحدي والإرادة في طبقة الشباب بدل من الاهتمام بقضايا فرعية لا طائل منها. أنا لما أشوف نموذج قدامي صحيح ناجح ومبتكر ومبدع هحاول إن أنا وتخطى صعاب، يعني كان بالفعل قدامه مشاكل وهو تغلب على هذه المشاكل. بالتأكيد. والسيد الرئيس أعلن إن كان في تخوف من عدم الإقبال على هذه صحيح. النوعية من المناطق التكنولوجية خاصة في الصعيد ولكن صحيح. ما حدث إن في فعلا إقبال على صحيح. هذه المناطق، وبالتالي جاري إنشاء 3 مناطق جديدة، والرئيس النهاردة وافق على مضاعفة الميزانية أو التمويل لهذه المبادرة لتصل إلى 400 مليون جنيه. صحيح. التالي مشاهدين عن تصريحات للسيد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل. الخبر يقول: رئيس الوزراء، مصر وافقت من حيث المبدأ على استشاري سد النهضة. يعني الحقيقة الخبر ده بيتعرض لتصريحين على وجه الخصوص للسيد رئيس الوزراء، الأول يتعلق بسد النهضة، فماذا قال شريف اسماعيل عن سد النهضة؟ يعني المهندس شريف اسماعيل، يعني خليني أقول لك أن الخبر ده ليه مدلولين أو جزئين صحيح. خاصين بالسيد رئيس الوزراء. كانت الأيام اللي فاتت يعني صارت شائعة عن مرضه وبدأ البعض يدعو له بالشفاء وما إلى ذلك. النهاردة مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر بيان قال إن هو صحته جيدة وإنه يعمل بكامل طاقته في الحكومة.
ولا نية لوجود تعديلات وزارية. الجانب الآخر أنه حضوره الاجتماع اللي حضره وزير الري ووزير الزراعة ووزير الخارجية لبحث تطورات سد النهضة. الموضوع يعني كما يعلم الجميع أنه موضوع شائك جدا ويتطلب قدر كبير من الحكمة والتعامل بحرص. نعم. السيد رئيس الوزراء أعلن أن في مجلس المجلس فرنسي أو مكتب استشاري فرنسي أعد دراسة أو أعد إعلان عن ما جرى في سد النهضة حتى الآن، وأن مصر وافقت على هذا التقرير بشكل مبدئي، لكن طلبت بعض التوضيحات من المكتب الفرنسي، وأيضا كانت هناك بعض التحفظات من الجانب الأثيوبي على هذا التقرير. نعم، يمكن يا فندم يعني الخبر بيتعرض لجزء لتصريح آخر، تصريح اقتصادي. يمكن السيد رئيس الوزراء تحدث عن المشروعات اللي بتنفذها الدولة حاليا. يعني المشروعات اللي بتنفذها الدولة، هو قال إن هي وصلت ل 1.3 تريليون جنيه مصري، وأعلن 1.3 كم؟ 1.2 تريليون. 1.3 تريليون. يعني بصيغة تفاؤلية، هو أعلن إن في استثمارات بدأت تضخ حاليا، وفي طلبات كتير للاستثمار في مصر، وقال إن الحكومة بتنفذ عدد كبير من المشروعات حاليا، والتي كانت أيضا متوقفة منذ فترة طويلة. صحيح. التالي مشاهدينا يتناول مهرجان روسيا للشباب. الخبر يقول: في مهرجان الشباب بروسيا، وفد مصر في مهرجان الشباب يروج للسياحة ومنتدى شرم الشيخ. يعني هذا المهرجان انطلق بالأمس من مدينة سوتشي الروسية، بيستمر لمدة 10 أيام، بيشارك فيه وفد مصري. فالتفاصيل يا فندم. الوفد المصري موجود في روسيا بيشارك في هذا المهرجان، محفل دولي للشباب من مختلف أنحاء العالم. نقلت أو تنقل الوطن غدا تصريحات لمحمود الدسوقي نائب رئيس الوفد المصري الموجود في روسيا حاليا، وقال إن هم حضروا فعاليات الافتتاح وعدد من الفعاليات الأخرى، وأكد أن الوفد المصري هيقوم بدور في تعريف العالم وتعريف شباب العالم الموجودين بالسياحة المصرية، ويعرض عليهم فيديوهات لتنشيط السياحة. نعم. مما يتكون هذا الوفد يا أستاذ طارق؟ الوفد يتكون من عدد من شباب الأحزاب المصرية، عدد لا بأس به، تقريبا 60 عضو أو حاجة. يعني هيتم أيضا استغلال هذه الفرصة في تعريف الشباب العالم المشارك في هذا المهرجان بما حدث خلال ثورة يونيو، و نية المصريين في الثورة على حكم الإخوان وأسباب هذه الثورة التي تمت في 30 يوم. نعم. خلينا ننتقل للخبر التالي، وهو عن الشأن الفلسطيني، ويقول: الحكومة الفلسطينية تتسلم معابر قطاع غزة خلال 24 ساعة. تفاصيل هذا الخبر يا أستاذ طارق. يعني كلنا عارفين ان فترة طويلة جدا مرت على حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس في فلسطين، دامت اكثر من 10 سنوات تقريبا. الجهود المصرية وخاصة جهود المخابرات العامة وبتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصل الطرفان لاتفاق نهائي لإنهاء هذا الانقسام وتوقيع المصالحة في القاهرة. المصالحة كان من ضمن بنودها تسليم معابر قطاع غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية، وهناك أيضا جميع المعابر ما عدا معبر رفح. وهيتم وضع الحرس الرئاسي من حكومة الوفاق في جميع المعابر وفتحها. في أيضا هناك جزء آخر من المصالحة يتعلق بحالة الموظفين الموجودين في قطاع غزة وحالة الأجهزة الأمنية المتواجدة هنا وهناك. يعني خلال الفترة المقبلة نتمنى مزيدا من التوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية. يمكن يا فندم يعني في هذا السياق المسؤولون الفلسطينيون يعني أشادوا بالجهود المصرية كما ذكرت حضرتك في تحقيق هذه المصالحة، لكن أيضا الجانب المصري أشاد ب يعني الروح الإيجابية اللي اتسم بها الجانبين وتغليب مصلحة الوطن والشعب الفلسطيني. أكيد طبعا. يعني ما كانش في سبب مقنع لاستمرار هذه الحالة من الانقسام
بين حركتي فتح وحماس طيلة هذه المدة. صحيح. مشاهدينا التالي عن المدارس اليابانية وبدء الدراسة بهذه المدارس. الخبر يقول أول يوم مدارس يابانية. يعني أستاذ طارق الخبر بيتحدث عن أول يوم دراسة في المدارس اليابانية ويصف هذا اليوم، كيف وصفوا الخبر؟ بص يعني هو الموضوع يعني تجربة جديدة بتقوم بها وزارة التربية والتعليم بالاشتراك أو بالإشراف من الحكومة اليابانية. بنحاول ننقل تجربة التعليم اليابانية لمصر من خلال إنشاء عدد من المدارس في بعض المحافظات. النهاردة كان من المعلن ان النهاردة اول يوم دراسة في المدارس اليابانية، وده كان اعلنه وزير التربية والتعليم، لكن للأسف كان فيه حالة كبيرة من التخبط اليوم مع بداية الدراسة المعلن عنها. المدارس لم تكن مكتملة ولم تكن هناك أجهزة في المعامل ولم يوجد اي طلاب، يعني كان في حاله من الفوضى، وخاصه في يعني زي في مدرسه مثلا في التجمع ما كانش في اي تجهيزات ولا في اي حاجه. فلجأت الوزاره لاصدار بيان ان ده اسبوع تعارف ما بين ده كان خليني اسال يعني الطلاب. لماذا بدات الدراسه طالما التجهيزات لم تكتمل؟ والله ما هو ده يعني التخبط اللي انا بكلم حضرتك عليه. يعني احنا ما كانش عندنا داعي ان احنا نستعجل ونحدد ميعاد ولسه ما تمش فيه، يعني حتى ما تمش فيه الاعلان عن قيمه المصروفات ولا طريقه النقل ولا الاتوبيسات. فبالتالي يعني الاسبوع ده من المقرر انه هيكون ايضا لاستكمال التجهيزات وتتم الدراسه لاحقا. يعني صحيح. طب خلينا يا فندم نتكلم على يعني التجربه او تجربه المدارس اليابانيه بوجه عام، نظام التعليم الياباني ونقله وتطبيقه في مصر، يعني اهم ملامح هذا التعليم وماذا ننتظر من تطبيقه في مصر؟ بص يعني هو في كل الدول، خلينا يعني ناخد الجانب المضيء زي ما بيقولوا من كل التجارب، وده مش عيب يعني ان احنا ننقل تجربة التعليم الناجحة جدا من اليابان لمصر. يعني ظني ان المناهج مش هيكون فيها تدخل، لكن في حاجة اسمها يعني نظام تمرينات او تدريبات بيعملوه خاص بالدراسة اليابانية نفسها. يعني هو بداية أنا عايز أسأل يعني هل هو تعليم من بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية ولا يعني في التعليم يبدأ من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. يعني اللي عرفته أن الاختلاف هيكون في نوعيات معينة من التمرينات أو التدريبات الخاصة باحترام قيم الوقت والنظافة والنظام وحاجات كتير جدا احنا نفسنا نشوفها في المجتمع المصري. يعني حاجة من الحاجات اللي هتكون في المدارس اليابانية هيبقى في توحيد لزي المدرسين نفسهم. صحيح. وهيكون في نظام صارم للمدرسين. يعني خلينا نتكلم عن ملامح ايضا التعليم الياباني، يعني فيما يتعلق بالمعلم، فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، فيما يتعلق بوسيلة التعليم، فيما يتعلق بالطالب نفسه، وله ملامح مميزة للغاية. يعني خلينا برضه ننقل هذه الصورة للمشاهد. بالتأكيد. يعني هو أولا بيبقى في جانب تكنولوجي في العملية التعليمية يعني أكثر منه في المدارس الحكومية أو المدارس التجريبية على سبيل المثال. يعني في البوردز اللي بيتم الشرح عليها في العادية، وهيتم إدخال خلال الفترة القادمة بوردز إلكترونية هيتم الشرح عليها، وهيبقى فيه زي نظام تعليم تفاعلي بين الطلاب وبين المدرسين. التجربة التعليم اليابانية بتعلم الطالب الالتزام وبتعلمه النظام وبتعلمه حب الوطن. يعني هي المناهج هتكون يعتبر نفس مناهج المدارس التجريبية، لكن النظام التعليمي الياباني نفسه في بناء الطالب وبناء شخصية الطالب. صحيح. مشاهدينا الخبر التالي هو خبر رياضي عن بطولة الاسكواش الأمريكية. الخبر يقول مصري وزوجته يحصدان بطولة أمريكا للاسكواش. يعني الحقيقة للمرة الأولى في تاريخ لعبة الاسكواش بيحقق ثنائي متزوج هذه النتيجة أو هذا اللقب. تفاصيل يا فندم. يعني خبر لطيف ومفرح ويستاهل علي فرج وزوجته. صحيح. كابتن نور الطيب كل التحية والتقدير مننا. لأول مرة كان زوجين يحصلوا على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش. علي فاز في بطولة الرجال ونور فازت في بطولة السيدات، وكانت قبله بثواني. اللطيف إن هو في الخبر بيصرح. صحيح. إنه كان
بيمارس التمرينات قبل اللقاء بتاعه، كان بيروح يدي لها تعليمات صحيح. ويسيب تمرينات، فهي حالة لطيفة جدا، وبنبارك لهم طبعا، بنبارك للمصريين طبعا. احنا معروفين بالتميز في لعبة السكواش بشكل يعني ده يخليني اسأل حضرتك، لماذا السكواش بالتحديد؟ يعني هو اللعبة فيها اهتمام من جانب وزارة الشباب، وعندنا نماذج كتير للعيبة السكواش المحترفين اللي خدوا بطولات عالمية، علي فرج ونور الطيب، ان شاء الله نتمنى لهم مستقبل افضل في البطولات العالمية القادمة ان شاء الله. الاستاذ طارق عباس الكاتب الصحفي بجريدة الوطن كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة، شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.